واصلت الفرق المتنقلة ضمن مبادرة 100 يوم صحة عملها في مختلف مناطق محافظة دمياط، وخاصة المناطق التي تشهد تجمعات للمواطنين، حيث انتقل فريق من مديرية الصحة إلى المدينة الآمنة للسيدات للكشف على عضوات المجلس القومي للمرأة بدمياط. وشهدت القافلة إجراء تحاليل الضغط والسكر والكشف المبكر عن أورام الثدي وقياس الدهون الثلاثية، مع تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية. كما تم تنظيم ندوة عن سوء التغذية وأهمية الرضاعة الطبيعية والتوعية الصحية وتثقيف السيدات بأهمية الفحص الذاتي وقياس السكر العشوائي والضغط. النهارده في تعاون مثمر ما بين المجلس القومي للمرأة ومديرية الصحة بدمياط، طبعا مبادرة 100 يوم صحة بتجوب قرى ومدن محافظة دمياط. احنا استغلينا فرصة مدن صديقة للنساء وروادها والسيدات اللي بترددوا عليها، ان احنا في ظل اهتمام المجلس القومي للمرأة بصحة المرأة ان احنا نطمن على صحتهم عن طريق التعاون ده ما بين الدكاترة اللي جم وشرفونا النهارده في المجلس هنا في المدينة الصديقة للنساء، وان احنا نطمن على السيدات من الخدمات المجانية بالكامل اللي بتقدمها المديرية في حملة 100 يوم صحة. الحملة بتقوم على عدة مبادرات اوريدي موجودة في الوحدات، المبادرات زي اعتلال الكلوي، كشف والاطمئنان على صحة المرأة والأمراض السرطانية، بلس كمان اللي فيه الكشف عن الأمراض الوراثية والكشف عن ضعف السمع للأطفال والفحص المقبلين على الزواج، بالإضافة إلى الخدمات الموجودة في القوافل العلاجية والخدمات الوقائية والخدمات التطعيمات. الحمد لله يعني اطمنت على نفسي ومعاملتهم حلوة جدا جدا، وبيتابعهم واللي بيحتاج تحويل بيحولوه على المستشفى، واللي ما بيحتاجش بيعرفوه بيطمنوه على نفسه يعني، والحمد لله اطمنت على نفسي. جيت هنا في المدينة الأمنة للنساء أصولي ضغط وسكر عشوائي وكلى، وادولي كارت في الآخر فيه كل التفاصيل، والحمد لله طمنت على نفسي وكل حاجه ماشيه تمام ومظبوط. عرفت عن طريق الفيسبوك ان في مبادره 100 مليون صحه طبعا لرئيس الجمهوريه، فجيت بالفعل وجيت وكشفت وطمنت على نفسي، قست السكر والضغط والكلى والمعامله كويسه جدا، والحمد لله طمنت على نفسي.